جزاكم الله خيرا. ما هي السور التي تفضل في الصلوات وخاصة في صلاة الليل، حيث أنني لا أحفظ السور الطويلة، ثم إنني أحيانا أقرأ من المصحف مباشرة وأحيانا لا أقرأ إلا السور القصيرة، جزاكم الله خيرا. ليس لصلاة الليل قراءة معينة، بل يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن من السور الطويلة أو السور القصيرة، ولا يترجح أو يتعين سور أو آيات معينة في صلاة الليل، إلا ما ورد الوتر من أنه يقرأ في الوتر إذا أوتر بثلاث، فإنه يقرأ في الأولى يسبح ويسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثالثة سورة الإخلاص.